أشكر عوائل الشهداء وعوائل المعتقلين والنشطاء والحقوقيين والأخوة الأعزاء. أشكر كل من هنأني لمعانقة الحرية سواء بالحضور أو بالاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إن فرحتي الليلة لا توصف برؤيتكم وبزيارتكم لي في البيت. أسأل الله أن يجمعنا دائما على الأفراح والمناسبات السعيدة. لكن من أشد ما كان يؤلمني وأنا في السجن حقيقة هو البعد عنكم. أتألم عندما أتذكركم ولا أجدكم قربي. أتألم عندما أشتاق إليكم ولا أجدكم قربي، خصوصا في المناسبات كعيد الفطر وعيد الأضحى وعاشوراء والأربعين، خصوصا الأربعين. كانت أصعب ليلة علينا في السجن هي ليلة الأربعين. عندما نظرت إلى حال الشباب معاناته في ليلة الأربعين، أحدهم كان يتخيل نفسه مع الزوار، الثاني كان يتمنى أنه السنة هذه حاط أمل أن شاء الله بيطلع وبيكون مع المشاية، الثالث شوفه يبكي بدون شعور، وشوف واحد رابع وخامس يجهش بالبكاء، يعني صغار في هذا السن بهذا الألم وهذه المعاناة. أنا كانت بس عيوني تدور عليهم وأنا أقول لنفسي يعني يا ليت أنا أقدر أسوي لهم شيء، أنا أروح أنا أفديهم بروحي لو أقدر، بس وش أسوي؟ بس أكل اللي أسوي أن أنظر إليهم لحالتهم وأتألم وأسأل الله أن يفرج إليهم. لكن يبقى شيء لازم أؤكد عليه، يبقى يقينا أنني لم أشعر بالندم، مو مسألة مكابرة، لم أشعر بالندم لأنني أعتقد أن الذي يندم إنما هو المخطئ وأنا لم أخطئ حتى أندم. نسأل الله الفرج لجميع المعتقلين أخوة الأبناء الأعزاء. أبارك إلى أخي وصديقي الأستاذ علي مهنا والعائلته الكريمة ولجميع المناضلين في هذا الشعب، إلى جميع عوائل الشهداء والمعتقلين، لأن الأستاذ علي شخصية ليس فقط اعتباره إنما شخصية تعتبر من هذا الحراك ومن هذا الشعب ومن هذا المنطلق الذي يخرج منه عوائل المعتقلين وعوائل الشهداء. الأستاذ علي ربما تكون شهادتي فيه أنا أو شهادة الأخوة المرافقين والزملاء تكون شهادة مجروحة مثل ما يقولون، ولكنه رجل أعطى لهذا الشعب وأعطى إلى مطالب هذا الشعب الكثير من وقته ومن جهده ومن وقت عائلته. نحن هنا نبارك ودائما نكررها بأننا عندما نتواجد كحقوقيين وسياسيين وعوائل شهداء وأبا شهداء وعوائل معتقلين هي رسالة نوجهها إلى سواء المعتقلين الموجودين خلف القضبان أو المفرج عنهم أو حتى إلى هذا الشعب وبالتالي إلى السلطة، بأن نحن نأتي لهؤلاء نبارك لهم لأنهم اعتقلوا من أجل الحق، من أجل مطالبتهم بحقوقهم، من أجل تعبيرهم عن رأيهم، لهذا نحن نأتي ونبارك لهم، وهذا يعتبر وسام على صدورهم بأن اعتقلوا من أجل هذا الشعب، من أجل المطالبة بحقوقه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا يا رحمن الراحمين.
صل يا رب على محمد وآله الطاهرين.